من ميدان الأبيض من انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان الظافر، وبهذا الحضور المشرف لصاحب السمو السيد فهر بن فاتك بن فهر آل سعيد، شكرا لسموه على هذا الحضور والمتابعة المتميزة في هذا الصباح. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق للمشاركين جميعا. شوطا لا يقل أهمية، شوطنا التاسع، من هنا نجدد اللقاء عبر قناة عمان الرياضية. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول مع الشوط التاسع للأبكار. هنا مقدمة الشوط والمركز الأول، أرى من تتقدم الجميع وتنطلق بهذا المسار والانطلاق. يا سلام، أرى اللي هي الظبي، تعود الملكية لعلي بن عامر بن سعيد الغفيلي. من يقدم لنا الظبي؟ أنتقل مباشرة إلى المركز الثاني، الوصول مع المركز الثاني والقدوم بهذه اللحظات. مياسة، تعود الملكية لعيسى بن عبد الله اليحافي. من يقدم لنا مياسة؟ الكل بدأ ينطلق هنا من المشاركين. نسأل التوفيق والنجاح للجميع، الوصول والقدوم في هذه اللحظات. يا سلام، من تصل هنا؟ الشاهنية، تعود الملكية. من يقدم الشاهنية هنا في هذا المسار؟ خالد بن غدير اليحافي. يا سلام، وصل في هذه اللحظات، الكل بدأ ينطلق، القدوم والوصول من المسار والانطلاق. الواصلة والمتقدمة في هذه اللحظات الشاهنية، تعود الملكية، ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي. هنا نعود مع البداية، نعود مع الصدارة. مقدمة الشوط والمركز الأول، الظبي، ظبي الفلا، ما زالت مسيطرة الظبي. الظبي، تعود الملكية، علي بن عامر بن سعيد الغفيلي. الغفيلي ما زال مسيطر. يا سلام، المركز الثاني، الوصول. يا سلام، بدأ يسرع خوف، ويا مرحبا برع خوف. خوف مشاهدينا الكرام، من تقدم في هذه المسار والانطلاق؟ خوف، تعود الملكية، من يقدمها في هذا الشوط؟ هنا الشاهنية، سلام، الشاهنية، ناصر بن محمد بن سعيد الحارثي. يا سلام، راعي خوف من يتابع الشعار. المركز الثالث، وصول وقدوم في هذه اللحظات. من تتقدم؟ أرى اللي هي الشاهنية، سلطان بن غثي الوهيبي. يا سلام، الأسامي بدأت تدخل، القدوم والوصول مع المركز الرابع تدخلت في هذه اللحظات وانطلقت. مشاهدينا الكرام، أرى اللي هي هنا، من تتقدم تغير من مركز إلى مركز. يا سلام، وصلت هنا الاحتياط، تعود الملكية، حاتم بن علي بن حامد الوهيبي. من يقدم هذا الاسم؟ ولكن البداية المقدمة، الصدارة ما زالت مسيطرة. الظبي، الظبي منذ الانطلاق مسيطرة على مقدمة الشوط، على المركز الأول، المركز الأول، المركز المطلوب. ولكن من اللي وصلت؟ يا الحبسي، وصلت مشاهدينا الكرام هنا في هذا المسار والانطلاق. حظ، ويا مرحبا بحظ، أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي، وصل بوسعيد المركز الثالث. قادمة وصول مشاهدينا الكرام، من تتقدم؟ الظبي، سعيد بن عامر المغيري، ولكن الغفيلي، الغفيلي سيطرت مع البداية المقدمة. يا سلام، ولكن من اللي وصل؟ وصل مشاهدينا الكرام الرياضي عبيد بن غدير الوهيبي. لمن السيارة؟ لمن الناموس؟ الكل فايز في هذا المحفل، في هذا المهرجان، في هذا الانطلاق. ولكن البداية، حظ يا حظ، حظ الناموس، حظ، حظ المسار الأول، حظ راعية الميدان، راعية الميدان. يا الغفيلي، أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي، الأبيض، الأبيض ما زال مسيطر هذا الميدان، وهي ترقص على أرضية ميدان الأبيض. انطلقت بكل قوة، بكل جدارة. مشكور، مشكور يا أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي. ما شاء الله، تبارك الله، سق الله داركم يا هالي الأبيض، يا هالي المضيبي. هنا مشاهدينا الكرام، حظ، حظ النواميس، حظ، حظ الانتصار، حظ، حظ الغفيلي بالفوز والناموس. مشكور يا الغفيلي، أسعد الله صباحك أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، من وصلت مع المركز الثاني اللي دلال الغفيق بن الصير المالكي. المركز الثالث كان من نصيب جمرية حمود بن حميد الحجري. المركز الرابع، وصلت في رابع المراكز مشاهدينا الكرام
اللي هي مراسيل منصور بن علي الغفيلي. بالفعل حظ المركز الخامس كان من نصيبه مشاهدينا الكرام الضبي سعيد بن عامر المغيري، تهانينا والناموس. نذهب مباشرة لحظ أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي، واسعد الله صباحك. 4 دقائق التوقيت الزمني، 31 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والناموس، واسعد الله صباحكم جميعا يا أهالي ميدان الأبيض.